شرقا وغربا تحدها الجثث الحوثية المتفحمة في بطون الأودية وسفوح الجبال، شمالا تزينها الرمال القادمة من أعماق الصحراء، جنوبا تحتضنها الجبال الشاهقة، وعلى تراب الجدعان يمتزج نقاء الصحراء وشموخ الجبال فيجعلان السائرين عليها أيقونة للنقاء والشموخ. ففي قسق الانقلاب وأول ساعات ليله ولؤمه تسلمت الميليشيات الحوثية إحدى القلاع العسكرية التي كانت تابعة لنجل المخلوع، وهو معسكر ماس الواقع على أرض الجدعان، فكانت صفقة الشياطين تحديا كبيرا لقبيلة الجدعان، وجعلها أمام خيارات صعبة أهونها حرب ضروس. هاجمت مسيرة الشياطين القرى والديار، فقاومت الجدعان بكل ذرة من رمالها وبكل خلية من جذوع أشجارها. قاومت الجدعان مضحية بخيرة رجالها وقادتها، وبعد عامين من صمودها تحولت سفوح جبالها وكثبان رمالها إلى أطلال جحيم أحرقت فيه الحوثية وتحطمت أوهامها. شلال من دماء أبناء الجدعان سكب على هذه الأرض، لا لشيء إلا ليرفرف علم الجمهورية فوق هذا الجبل. من جبهة المخدرة بمحافظة مأرب، عبد الإله البوري.